في بداية النسخة الرابعة من موسم الرياض أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية على دعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه بشكل عام ولموسم الرياض بشكل خاص. النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله. وفي الختام أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض.